السلام عليكم الى مصرف رافدين. رحمة الوالديكم ناشدناكم قبل وهسه ناشدناكم. رحنا للمصرف يقول لي لازم تجيب 3 جنود يلا اعطيك سلفه. زين 3 جنود وين القاهم اني؟ غير تقول لي وين القاهم؟ 3 جنود منين؟ يعني 3 جنود يكفلوني ويباعون علي هم واعدهم. زين يحسب لي الفلوس ويعطيني اياها ويقول لي روح مرتضى الله وياك. مو ما عندنا. رحمة الوالديكم والشغلة الثانية تقولون نطة 50 مليون على الترميم، أو إحنا غير لو عندنا بيوت على مود نصلح بيوتنا، ما عندنا بيوت، 50 مليون تعطون ترميم منين 50؟ ما عندنا بيوت عمي، رايدين سلفة نشترينا بيها بيوت، ونخلص من الإيجار. رحمة سايم الله ومحمد عليكم. الشغلة الثانية ضلينا نمشي بالشارع، قالوا طوا سلفة للجيش، يا أبي ما حد مطينا والله إنه راح يقتلونا. اطلع سلفة اروح خابرتني مرتي ها استلمت السلفة يا ابو والله ما مستلم بالقران ما مستلم احنا ناشدكم وصوتنا مصرنا على الرافدين والله العظيم لو ادري ما صاير على الرافدين لو ضالين على قبل احسن يعني ماكو هيجي يعني انا واقف وهنا أنا كاتن الحر والبريد وبالظل وما عندي بيت اسكن لي عمي اذا لقيتوا عندي بيت تعالوا حاجوني والله ما عندي قاعد بخرابه تخر علي هاي الشتوى خرت ورايدين سلفة نطور من أرواحنا وش عندنا عاد بعدنا ولا شاب عاد شوية نطور من أرواحنا أحسن ما نموت سايم الله ومحمد عليكم يا مصرف الرافدين بين تطلقون السلفة بدون كفيل شلون الرشيد من طلق سلفة على الحاسبة على البرنامج لا صار ازدحام ولا صار هاك هاي رشوة لو احنا متعلمين على الرشوة متعلمين على الرشوة صار هيجي روح على الحاسبة سوي الحاسبة والله محمد عليك ولا صار ازدحام واستلموا على التليفون على البرنامج احنا ليش ما نصير على البرنامج وانا اشكر مصرف الرافدين وجزاكم الله جزاء المحسنين واحمد الله والديكم والله انت اطلابتك صارت مركبة هسه ما ادري نحن اطلابتك ويا مرتك اللي ما صدق بيك ماخذ سلفة وخاف تاخذ لك مرة ثانية بالسلفة لو اطلابتك ويا المصرف مالت الرافدين انا هذا الاسبوع ما راح احكي قضية الرافدين لأنه مشغول بقضية التجارة لكن أرجع لك بالرافدين على الأسبوع الجاي ونسولف على هواية هواية عندكم مسخمات أنتو الطوم الذولة ما تحل شغلتهم يا معالي المدير مثل ما حليت شغلته بالرقابة أو زعلت عليه زين ونهيت تنسيبة أو عقدة أو علاقته واجي لك عليها ذني محضر لك شغلة على قدك كيس وسبيل على قول على قولة بيت حسونة تعرفونهم مو اي كيس وسبيل لا تندقون بهذا الشعب بقوة الشعب والله العظيم ابهذلكم من اجل حقوق الشعب العراقي بارادة الله سبحانه وتعالى ولست استهتارا وبالحقيقة وبالدليل مثل ما انا عرضت للمعالي وزير التجارة واللي اتأمل ان شاء الله هذا فول الصويا ان شاء الله نحطه بساحة التحرير ونشوف لنا قلن كبير وكلكم ستردون اليه